معي عبر الهاتف السيدة ولاء، شقيقة المحامي المقتول كريم حمدي. أجدد لك التعازي سيدة ولاء، في باختصار إلى أين وصلت القضية على مستوى القضاء والشارع؟ حضرتك، احنا القضية بتاعتنا شغالة واحنا مش هنسيب حقنا ان شاء الله، والمحامين بتوعنا ماشيين فيها وربنا يكرم ان شاء الله. يعني ولوين ممكن توصل؟ بشو وعدوكم؟ والله زي كل الناس، زي كل اللي قتلوا قبل كده وكل اللي اغتصبوا وكل اللي حقهم ضاع في قلب البلد يعني. فربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى هو لوحده بس اللي يقدر ان شاء الله يجيب حق الناس ديت. طيب تقرير الطبيب الشرعي صار فيه أي شيء جديد؟ لا والله، هو طبعا هنا طبعا تباطؤ القرارات وتباطؤ الحاجات ديت، فطبعا بيقول لك الطبيب الشرعي التقرير بتاعه بيطلع بعد اسبوعين، فاحنا معانا تقرير مبدئي بس كاتبين فيه تم تشريح الجثمان واثبت ما به من اصابات وجاري اعداد التقرير بعد ظهور نتائج الفحص. طيب شكرا جزيلا سيدة ولاء، شقيقة المحامي المقتول كريم حمدي.